مين انت وشو اللي بدك اياه من الحياه؟ كرر هذا السؤال كل يوم بينك وبين حالك، ولما تعرف الجواب اكتبه. اكتب بالضبط شو اللي بتتمناه لحياتك وكيف حابب تشوفها، وراجع هذا الجواب كل يوم. ارسم صوره بعقلك كيف راح توصل، كيف راح توصل لهي الحياه اللي تمنيتها، واكتب شو المطلوب منك. هالاسئله على طول كررها وحاول تلاقي الجواب، سجل الاجابه، لانه اغلب الناس اليوم كبار وصغار ما بيلاقوا جواب لهالسؤال هذا. أنا اليوم حاولت ولقيت الجواب، وهذا الجواب خلاني استفيد منه إنه كل يوم بشوف حلمي مسجل قدامي على الورق. بتذكر إنه اليوم لازم أتعب وأشتغل على حال إنه الوقت عم يمرق، وهذا الجواب بخليني حس بكل لحظة عم تمرق. وأنت كمان على طول خليك عم تحلم ومسجل حلمك قدامك على الورق وبذهنك.